دكتور عادل توفيق، بدرس هندسة البترول والتعدين طبعا تبع جامعة قناة السويس، وأنا المشرف أو بيسموها المستشار على فرقة المسرح أو النشاط المسرحي في الكلية. أهلا بحضرتك دكتور، ألف مبروك الأول على الإنجاز اللي حضرتك حققته. الله يبارك فيك. بالتوفيق دايما يا رب. حضرتك يعني إنجاز فظيع حضرتك حققته، بصرف النظر إن كانت يقول إن الكلية ما فيش نشاطات ليها. هو الحقيقة هو فعلا أنا بعتبره إنجاز، وأنا فخور جدا بالطلبة واللي عملوه. يعني ساعة لما اتقال إن إحنا هنشترك والطلبة قرروا إنهم هيشتركوا، كان بالظبط فاضل أقل من 3 أسابيع، يعني كان 19 يوم من ميعاد اللي هو المسابقة، يعني اللي هم هيجوا يقيموها يعني. فخلال 18 يوم حفظوا أدوارهم وعملوا بروفات على قد ما يقدروا، والفترة دي كان عندنا امتحانات ميد ترم في الكلية، فكون إنهم في وسط الامتحانات ويعملوا بروفات ويستأذنوا من المحاضرات وياخدوا المركز ده ويبقوا من الـ3 الأوائل، أنا بعتبر إن ده إصرار من طلبة هندسة البترول، حب للمسرح، حب للفن، يعني موقف جميل جدا من الطلبة، أنا فخور بيهم يعني. في ظل غياب الإمكانيات حضرتك اتغلبت عليها إزاي؟ أو الجامعة بمعنى أصح. هو فعلا يعني إحنا كان في السويس أنا بشوفهم اختاروا مسرح صغير عشان يتغلبوا على إمكانيات، مفيش ميكروفونات، ما كانش فيه فلوس كتير يشتروا ديكورات ويشتروا ملابس، فبرضو اتصرفوا هم على أضيق نطاق بحيث انهم يكونوا الملابس برضو معبرة والإمكانيات، بس بالرغم من ضيق الإمكانيات يعني، لكن هم لأنهم كانوا فنانين بجد، فزي ما بيقولوا بقى في المثل الشطرة بتغزل برجل حمار، فهم يعني غزلوا برجل الحمار وطلعوا إنتاج رائع يعني. ألف مبروك يا أستاذ محمد على الإنجاز الهائل اللي حضرتك حققته. الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا، الله يبارك في حضرتك. كان توقع حضرتك؟ طبعا أساسي. والله أنا عملت اللي عليا، وأنا حسيت من استحسان الجمهور واللجنة إن إحنا إن شاء الله هناخد أول، ومن خلال العروض يعني حالة العروض اللي كانت موجودة يعني، الحمد لله رب العالمين. شعور حضرتك بيه بالمركز الأول على المسرح الفني؟ طبعا يعني سعادة لا توصف، وطبعا إنصاف من اللجنة، لجنة منصفة جدا وعادلة قوي في تحكيمها يعني. الحمد لله. حضرتك تتمنى الفترة الجاية؟ أنا أتمنى طبعا العرض اللي أنا عملته ده، أنا بعمل عرض ما بقعدش بيه يعني، هو عرض في الجامعة لكن ما بحبش أعمله وأقعد، هلف بيه إن شاء الله، حاول أخش بيه مهرجانات كتير جدا، وربنا يسهل ننافس على أول جمهورية إن شاء الله بالعرض، ونسافر ونمثل مصر بالعرض ده إن شاء الله. إن شاء الله في عروض حضرتك هتقدمها تاني غير العرض ده؟ إن شاء الله في عرض اسمه آخر المطاف في نوادي المسرح الثقافة الجماهيرية. نفس الشخصيات اللي حضرتك قمت بيها بالعرض ده؟ لا طبعا ممثلين تانيين يعني، هم مش هنقول محترفين لكن هم ممثلين مش طلبة، ممثلين بالثقافة الجماهيرية. ان شاء الله بالتوفيق يا رب دايما يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله، وشكرا جدا جدا، ميرسي جدا لحضرتك، وميرسي جدا للقناه، وميرسي للاستاذ نادر قطب مدير القناه. الف مبروك لنجاح العرض. الله يبارك فيكي. شعورك ايه بالنجاح؟ طبعا مبسوطه جدا طبعا وفرحانه جدا. كنت متوقعه نتيجه لجنه التحكيم؟ كنت متوقعه وواثقه احنا بنعمل ايه، ومؤمنين كلنا بالفكره اللي بنقدمها. الحمد لله. تتمنى لزملائك الفتره الجايه في عرض المسرحيه؟ اتمنى لزملائي اتمنى ان احنا نعرض عرض دلوقتي قوي عشان نثبت للناس احنا خدنا اول ليه، واتمنى ان كليه الاداب تفضل مرفوعه ودايما اول بنجاح ان شاء الله. الحمد لله. نجاحك في العرض ده تخليكم تكملوا ان شاء الله المسيره؟ طبعا مدينا دفعه قويه ان احنا نكمل حياتنا وتبقى موضوعنا هو المسرح ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك. ميرسي لك يا عم. شكرا. مبروك بنجاح العرض. الله يبارك في حضرتك. شعورك ايه بالنجاح؟ والحمد لله شعور ان انا مبسوط جدا، عشان دي طبعا اخر سنه ليا على مسرح الجامعه، وده طبعا اثر فيا كتير، بس ما اثرش فيا اكتر من الفرحه اللي كانت عندي. طبعا كنت فرحان جدا بسبب ان الناس كلها عرفت يعني ايه اخر سنه ليا، وقفت جنبي، والحمد لله كانوا قد المسؤوليه وخدنا اول الحمد لله. حزين انك خلاص اخر سنه ليك في العرض؟ كلمه حزين دي الناس هي اللي تعرف معناها. انا قعدت تقريبا بتاع اكتر من نص ساعه بعد العرض عيط، مش قادر مثلا حد يبارك لي، مش قادر ارد عليه، والحمد لله. الف مبروك الاول النجاح. الله يبارك فيك يا ميرسي، ربنا يخليك. حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس ان الدنيا مساعاني، فرحان قوي ان احنا عملنا حاجه حلوه، تعبنا ما راحش هدر،
كلنا كيان واحد وفرحتنا مش يعني عايز اقول لك مش 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 متخيل مش متخيل الفرحه دي بجد صدقيني. الناس كلها فرحانه بالنجاح والحمد لله التعب اللي تعبناه جيب فايده والحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم الحمد لله. كنت متوقع نتيجه لجنه التحكيم؟ والله انا يعني لحد امبارح انا كنت متوقعها بس لسه كنا طبعا العروض وكده بس الحمد لله يعني احنا عملنا شغل كويس والناس كلها شهدت بده والحمد لله. عايزة حضرتك تعرفين عن نفسك؟ مي عبد الرحمن كلية التربية الفرقة التانية. أهلا بك مبروك على العرض. ربنا يخليكي يعني. والله أنا ما عارفة أقول إيه، أنا كنت قبل العرض هموت من الرعب بس الحمد لله إن العرض عجب الناس يعني. استعديت إزاي للعرض؟ هو إحنا بقالنا أسبوعين كنا شغالين بروفات بس طبعا ما كانش في ورشة وكان معانا ناس لسه أول مرة تطلع على الخشبة وأنا يعني كل خبرتي في المسرح هي كان عرض السنة اللي فاتت عملت فيه مشهدين ومت يعني في آخر المشهد فبرضه ماليش خبرة كبيرة قوي في المسرح يعني بس الحمد لله ربنا وفقنا النهاردة يعني. الحمد لله. في مقولة شهيرة بتقول إن مفيش ممثل صغير دور صغير ودور كبير بس في ممثل صغير وممثل كبير، إيه رأيك في المقولة دي؟ طبعا يعني انا ممكن يكون دوري صغير بس انا اطلع اعمل اداء اغطي على اللي دوره كبير وممكن يكون عمل حاجات تعطل دوره توقع ايقاع المسرحيه تعمل حاجات تخلي منظره وحش، انما انا دوري صغير طلعت اثبتت نفسي خلاص الناس هفضل معلمه معاهم لبعض المسرحيه وفي خلال المسرحيه كلها. تتوقعي ايه من نتيجه لجنه التحكيم؟ هو انا ما اتوقعش، انا نفسي نجيب اول، انا مش عايزه اتوقع، انا نفسي بس نجيب اول ان شاء الله باذن الله يعني. عاوزين نتعرف عن حضرتك. انا شاعر عمرو حسن. مبروك الاول على العرض. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. احنا متابعينكم من البدايه وما شاء الله على حضرتك اشعار حضرتك ما شاء الله عليها. عايزين نعرف حضرتك اتعاملت ازاي مع الفن المسرحي بشكل عام. والله هو انا المفروض بكتب مسرح من فتره، احمد كمال مخرج العرض صديق شخصي وهو ان انا مقدر فنه وعارف ان هو شخص بيهتم جدا بشغله، اتفقنا على عرض واتغير وانتهينا بعرض الاستاذ لينين الرملي انت حر. كان في كواليس طبعا وبروفات كتير وتقريبا قعدنا شهرين نغير في الكلام لغايه لما وصلنا للشكل النهائي اللي الناس شافوه في العرض النهارده يعني. ايه راي حضرتك في المهرجان بوجه عام؟ الحقيقه انا قلت رايي قبل كده، المهرجان افتكر انه عمل صوره نقله نوعيه في تاريخ الاسماعيليه انه يكون في مهرجان مسرح في الجامعه في جامعه قناه السويس في وجود الكليات. انا شايف في على مدار اسبوع في عروض ممتازه جدا اتقدمت، افتكر فيها طاقات كبيره جدا اتفجرت في الفتره دي. انا طبعا مش اهل لده لانه في لجنه تحكيم رائعه يعني وكبيره، لكن انا اعتقد انه كان شيء مهم جدا في تاريخ البلد وافتكر انه مهم لو اتكرر في المرحله اللي جايه ان شاء الله. حضرتك شاركت السنه اللي فاتت في المهرجان؟ لا للاسف انا كنت بره مصر يعني فما اتاحتش الفرصه ليا، بس افتكر انه بعد اللي انا بشوفه بعد اللي بيحصل ده انا اتمنى ان انا اكون موجود لكن في كليه واحده عشان يبقى في مصداقيه في الشغل يعني، واتمنى المهرجان ده يتكرر ان شاء الله كتير وانا هشارك فيه يعني ان شاء الله. عاوزين نتعرف عن حضرتك. احمد كمال مخرج مسرح. مبروك على العرض المسرحي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا فندم. عايزين نعرف سبب اختيار حضرتك للنص. والله هو المهرجان كان اسمه تحت شعار في حب مصر وكان محددين لها لائحه كده يعني، كان المشروع الاول في المهرجان ده كان عرض الطاعون لاربيل كامي بس مع اختلاف اللائحه فقررت اعمل انت حر، وخصوصا نص كويس جدا، نص مناسب للجامعه وطلبه الجامعه خصوصا ان هم طلبه اول مره يمثلوا يعني ما فهمش غير اتنين تقريبا مثلوا قبل كده وبقيت ال 12 ممثل جداد، فكان قصدي استحمل المغامره يعني مع شباب جديده. الحمد لله عملنا يعني انا شايف ان احنا عملنا حوالي يعني 60% من العرض.